الحمد لله تعالى، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، فهذا لقاء جديد يضمنا لنصحب فيه صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين، اللهم أمين. وكنا قد قرأنا بالأسانيد المتصلة في صحيح مسلم إلى أن وصلنا إلى قوله: باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. أقول: وبالإسناد المتصل الإمام مسلم رضي الله عنه إلى أن قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد، حول الإسناد قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال: حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. وهذه من أمارات النبوة، هذه من علامات النبوة. أبو ذر هذا من أصحاب رسول الله، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شهير، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وقصته شهيرة ومعروفة، وترجمته يعني ملأت بطون الكتب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: كيف أنت إن عشت إلى زمن الأمراء فيه تؤخر الصلاة عن وقتها؟ وهنا تعبير نبوي خطير، قال: أو تميت الصلاة عن وقتها. قال: ماذا تأمرني أن أفعل يا رسول الله؟ قال: صلها لوقتها، فإذا جاءوا يصلون فصلي معهم مرة أخرى، فإن الثانية تكون لك ماذا؟ نافلة. لكن هذه لماذا هي من أعلام النبوة؟ لأنه جاء أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، بل جاء أمراء لا يصلون أصلا، كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو كما يعني قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمير هنا المقصود به الرئيس الذي هو على رأس القوم، يعني الخليفة، يعني الأمير، يعني المحافظ، كذا وهكذا. كانوا قديما يصلون بصلاة أمير المدينة، كان هو الذي يخطب الجمعة، وأمير المؤمنين هو الذي كان يخطب الجمعة. جميل. فإذا رأيت أمراء يؤخرون الصلاة أو يميتونها، قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: صلها لوقتها، فإذا أدركتها معهم فإن الثانية لك ماذا؟ نافلة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وبليه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة. وبليه قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. وبليه قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته،
وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك، بل قال فإن أدركتك، فإن أدركتك نعم الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. هذه يا جماعة من الأحاديث المسلسلة. الأحاديث ماذا؟ المسلسلة. أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على فخذه، ثم ضرب أبو ذر من بعده على فخذه، هكذا اسمه من الأحاديث ماذا؟ وهناك لفتة في غاية الدقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل الصلاة لوقتها، جميل، فإن أقام القوم الصلاة فصلي معهم ولا تقل إني صليت. لماذا يصلي مرة أخرى؟ ألا يدرك النافلة؟ لا، هناك معنى أبعد من هذا، وهو ليصلي مع الجماعة حتى لا يخرق جماعة المسلمين، حتى لا يخرق جماعة المسلمين، فإنه إن خرق جماعة المسلمين فإن في هذا فساد أكبر. يصلي مع الجماعة، يصلي مع الناس، وإن كان قد أحرزها في أول وقتها. وهذا من المقاصد الشرعية، أن كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل في فتنة الحجاج وزمن الحرب بين الأمويين وبين الحجاج، كان عبد الله بن عمر إذا أقيمت الصلاة صلى مع جند الحجاج، فإذا أقيمت الصلاة أحيانا يصلي مع جند عبد الله بن الزبير، والاثنان في المواجهة في الحرب، فقالوا له يعني عجبنا لك تصلي مع هؤلاء وتصلي مع هؤلاء والاثنين أعداء في مواجهة بعضهم والبعض، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا دعونا إلى الله أجبنا، وإذا دعونا إلى الحرب أحجمنا. إذا دعونا إلى الله أجبنا. وفي هناك رواية صلي خلف كل بر وفاجر. الأصل ماذا يا مشايخ؟ الأصل أن يحافظ الناس على جماعة المسلمين، فإن أخروا الصلاة لا والله صلها في وقتها، ثم صلي معهم نافلة حتى لا تخرق جماعة المسلمين. نعم. وبيلي قال وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فإنها زيادة خير. وبلي قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة، قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي، وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر. نعم، وهذا هو الذي أشرت إليه بقضية المسلسلات، وهناك مسلسلات كثيرة جدا، المسلسل بالضحك، المسلسل بالتبسم، المسلسل بيوم عاشوراء، المسلسل بالأولية، مسلسلات، حتى ألف علماء الحديث في المسلسلات كتب، حتى وجدت المسلسلات لفلان هكذا، الكتاب اسمه ماذا؟ المسلسلات، فتأتي في هذا الكتاب فتفتح فتجد عشرات الأحاديث مسلسلة بهيئة معينة، كالحديث المسلسل بالمحبة، يا معاذ إني أحبك، فيقول الراوي لمن يروي عنه يا فلان إني أحبك، وهكذا إلى أن وصل عندنا في هذا الجيل الذي نعيش فيه تسلسل من زمن رسول الله إلى هذه اللحظة بقوله إني أحبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكر زياد هنا في هذه الرواية التي مضت، قال أخر ابن زياد، تعرفون من هذا ابن زياد؟ ها؟ الحمد لله أنكم لا تعرفونه، فابحثوا عن من هذا ابن زياد، فإنه شهير جدا وقد فتك بالمسلمين وكان أمير سوء، سأل الله العفو والسلم والسلام. وبلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بـ25 جزءا.
وبلا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبلي قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال 25 جزءا. وبلي قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. وبلي قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينا هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زيد بن زبيان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وبلي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز 27 درجة. وبلي قال وحدثني ذهير بن حرب ومحمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وبلي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ابن نمير وحول الإسناد قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه 24 وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وبلي قال وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. وبلي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقون عليهم بحزم الحطب بيوتهم. لا إله إلا الله. هذا جماعة مما استند عليه بعض الفقهاء في وجوب صلاة الجماعة أنها واجبة ولا مندوبة ولا مستحبة ولا ماذا. هذا من الأحاديث التي قال بها من أوجب صلاة الجماعة، وهناك خلاف في المذاهب هل هي واجبة أم أنها أقل درجة من الوجوب، والجمهور على أن صلاة الجماعة واجبة. ماذا؟ الجمهور على أنها واجبة. نعم. فآمر بهم فيحرقون عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وبلي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحول الإسناد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وبلي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق
الدورقي قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا أو أن يستعيدوا إلي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وبليه قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق ابن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بنحوه. وبليه قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وهذا تحذير شديد اللهجة من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وردت يا شباب روايات كثيرة تدل على أن الذي يتأخر عن صلاة الجمعة دون ما سبب شرعي ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تأخر عن الثانية اظلم نصف قلبه، فإذا تأخر عن الثالثة متتابعات اظلم ثلثي قلبه، فإذا تأخر عن الرابعة أصبح قلبه أسود كالليل البهيم إذا تأخر عن أربع جمع. وهذا لعمري من الكلام الذي يجب أن يخرج لشباب المسلمين في زماننا، فقد رأيت كثيرا من الشباب يسهرون طوال الليل ليلة الجمعة يوم الخميس ثم ينامون عن صلاة الجمعة، وهذا قد فشى في شباب المسلمين إلا من رحم ربك، وهو خطر عظيم. هذه الرواية الأخيرة يا سادة جاءت في صلاة الجمعة، وقد جاءت روايات قبلها في صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم بيوتهم الذين تأخروا عن صلاة الجماعة وعن صلاة الجمعة. وانتبهوا إلى هذا التحذير شديد اللهجة أيضا، فإن أثقل صلاتين على المنافق صلاة ماذا وصلاة ماذا؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر، حتى كان السائرون إلى الله يقيسون قلوبهم وإقبالها على الله، يقيسوها هل هي في إقبال حقيقي أم في تأخر، يقيسون قلوبهم في سيرهم إلى الله تعالى بإقبال قلوبهم على صلاتي العشاء والفجر، فإذا وجد أحدهم ثقلا في النهوض لصلاة الفجر اتهم قلبه بالنفاق واتهم سيره بالتوقف، وإذا وجد قلبه في نشاط عن للقيام لصلاة الفجر وصلاة العشاء اطمأن على أن سيره إلى الله سيرا صحيحا وهو مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الحلقة أختمها بهذه النصيحة لنفسي أولا ثم للذين يتابعون قراءة الصحيح، يا سادة حافظوا على الصلوات، ثم حافظوا على صلاة الجماعة، ثم لا تكونن صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلتان على القلب، فإن ذلك من علامات النفاق. وأسأل الله تعالى أن يكتبنا من خيار أهلها، وأن يحشرنا في الذين يحافظون على الصلوات في وقتها، وأن يجعلنا في الصفوف الأول. فقد ورد عن بعض التابعين أنه قال مرت علي 30 سنة ما سمعت الأذان إلا وأنا في المسجد. وقال الفضيل بن عياض هذه 40 سنة مرت ما نظرت فيها إلى قفا مصلي، كأنه صلى 40 سنة الصلوات الخمس في الصف الأول، لا في الجماعة فقط ولكن ماذا في الصف الأول. وقد ورد يعني كثير من اجتهادات الصالحين في هذا، فاسألوا الله أن يجعلنا وإياكم من زمرة الصالحين. وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نواصل قراءة صحيح الإمام مسلم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.